الحكام الأجانب لدورينا؟ أشوفها هي أفضل حالة أشوفها. على شوف أسل جبت طاري الموضوع الحكام، شوف أحمد كاظم اللي حكم يمكن بتونس، هو أنا أسألك إنه حكام العراقيين يبدعون بالخارج. بالخارج أنا تكلمتها قلت، أما بالداخل قلت لك لأن دمه لحم هذا وعنده مشاعر، من يشوف أنت بالسوشيال ميديا أو بالتلفزيون غلط وتجاوز عليه، أبناء يقولوا له بناته من يسمعون أبوهم أخوهم، زحمة على الحكم والضغط النفسي والجماهير والتهديد، فيشوف مرات الحكم يريد يخلص من هاي المشكلة، ممكن مو يعني يجامل أو كذا، العفو ينحاز، ولكن يجامل بعض الأحيان عندنا هاي، بس حكام هم جيدين صدقني يعني. وخير مثال شوف أحمد كاظم، وتكلمت في أكثر من برنامج دائما أقول، وآخر فترة شيء أنا آخر حلقة صارت وياكم طلعت مع التحليل أمم آسيا، بعد ما اعتكفت ما طلعت أي لقاء، قلت حكامنا جيدين خارجين، بالداخل التهديد السوشيال ميديا العقاب، وماكو عقاب للي يتجاوزون على الحكام على المدربين على اللاعبين للأسف. يعني أن تستعين الكرة التونسية بأحمد كاظم ليقود واحدة من المباريات، فهذه شهادة للحكم العراقي. شوف الضغط اللي صار ما مر به حتى بالعراق، ما صار ضغط على الحكم من حيث الرمي القناني وغيره والهتافات والدخانيات، بس حكم كان جريء وجيد وقدر أن يختم المباراة بنجاح. الكابتن عبد الخالق مسعود في تصريح لكورة إذا شفته يقول لم يختلف